اسمي إبراهيم صادقة، عمري 10 سنين، مواليد 2012، أحب نادي برشلونة وبشجع من المنتخبات المنتخب الأرجنتيني، ولاعبي المفضل هو ميسي. صرت تابع كأس عالم وهي، وصرت أحفظ كل البطولات والفائز فيها كل سنة. 1930 الأورغواي، و 34 38 إيطاليا، 42 لأن كان في هي حرب عالمية، و 50 أخذته الأورغواي، 54 أخذته ألمانيا، 58 أخذته البرازيل، و 62 أخذته البرازيل مرة ثانية، و 66 أخذته إنجلترا، 1970 أخذته البرازيل، 74 أخذته ألمانيا، 78 أخذته الأرجنتين، 82 أخذته إيطاليا، 86 أخذته الأرجنتين، 90 أخذته ألمانيا، 94 أخذته البرازيل، 98 أخذته فرنسا، 2002 أخذته البرازيل، 2006 إيطاليا، 2010 إسبانيا، 14 ألمانيا، و 18 فرنسا. المونديال 2022 أنا برأيي حتاخده فرنسا، إنه مع كتير لاعيبة هواية، وبس أكتر الفرق استعدادها هن فرق أمريكا الجنوبية، الأرجنتين والبرازيل. بدي أحكي لك قصة مونديال 34 تبع اللي فاز فيه إيطاليا. كأس العالم كان مقيم وين؟ بإيطاليا. فالرئيس الإيطالي وقت شو عمل؟ وقت راح عند هاي مدرب إيطالي قال له يا راسك يا كأس العالم بدي إياها بلدي، وسماها وقتها نسيت شو اسمه بالإيطالي، كأس الرئيس معناته. هاي وراح الاتحاد بالفيفا قال له نفس الشيء اللي قايل المدرب، وعمل لهم هيك. بعدين شو بلش كأس العالم بنصف النهائي، مباراة كانت كلها تكسير كلها تكسير حتى، وفازوا 1-0، والنهاية كان ضد تشيكوسلوفاكيا. وكمان قبل نصف النهائي بيوم كان يتغدى يتعشى مع الحكم تبع المباراة، النهائي كان مع تشيكوسلوفاكيا، فازوا 1-0. بس بين الشوطين كان مباراة كتير تكسير، بين الشوطين جاء الرئيس الإيطالي نزع مكان تبديل الملابس قال له أنا متفق مع الحكم إنه ما يعطي عليهم ركلة جزاء، بس بعد شوي ركلة جزاء يعني كسرت بزيادة، وخلص المباراة 1-0 وانتهت بالفوز إيطاليا. بعدها كمان فازت 38، بس ما لي اتذكر صار 38 يعني 38 فازت بحق.